بنتكلم على مدينة العالمين الجديدة في أزهى صور ليها، وإحنا شفناها وشفنا حجم المترددين على هذه المدينة والتطور اللي بيحصل سنة بعد سنة. إحنا موجودين في وزارة الصحة والسكان ومشتركين في هذا المهرجان عشان نقدم خدمات من خلال إدارات المختلفة من الوزارة، خدمات علاجية من خلال تواجد القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة، أيضا بنقدم كل الخدمات الصحية المتعلقة بالمبادرات الرئاسية علشان تفيد كل المترددين على المهرجان، مش بس على المهرجان الحقيقة، لكن كل الموجودين من أول اسكندرية لحد مرسى مطروح. بنقدم أيضا دعم وتثقيف صحي لكل ما يحتاجه المترددين. كل الخدمات اللي بنقدمها سواء خدمات علاجية أو خدمات وقائية بتقدم بالمجان بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. رايحين أيضا في سنة 25-26 في أكثر من 53 منشأة صحية ننتهي فيهم من 26 محافظة، وخطة العمل اللي تقدمت بها الحكومة إلى مجلس النواب الموقر وتم مناقشة الوزراء في البرامج التنفيذية خلال الفترة القادمة، كل دي خدمات صحية سواء في القطاع العلاجي أو قطاع وحدات الرعاية الأساسية وتطويرها أو قطاع الميكنة أو تطوير والتوسع في مجال الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية. وطبعا ما ننساش دور مهم جدا لقطاع السكان وتنمية الأسرة في قضية السكانية، لأن احنا معنيين قوي كمان في الفترة القادمة باقتحام هذه القضية بالإضافة إلى زميلنا في كل الوزارات. تطوير المنشآت الصحية في محافظة مطروح شيء هام جدا، وإحنا اشتغلنا الحقيقة من أول مطروح العام وسيدي براني المركزي، مستشفى السلوم المركزي، مستشفى النجيلة المركزي، مستشفى رأس الحكمة، ومستشفى الضبعة، ومستشفى العالمين، ومستشفى الحمام المركزي. حجم كبير جدا من الخدمات الصحية مقدمة لأهالي محافظة مرسى مطروح، مش فقط في مجال وقت العطلات الصيفية ولكن على مدار العام. وزي ما بنقول احنا بنستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل زي ما بدأنا في 6 محافظات في المرحلة الأولى، داخلين في محافظة مطروح، محافظة شمال سيناء، ومحافظة دمياط، ومحافظة كفر الشيخ، ومحافظة المنيا في المرحلة الثانية، عشان نقدر نقدم لأهالينا برنامج التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي. الواقع في هذا العام مع وجودنا في شارع الصحة ان احنا هنبقى متواجدين على مدار فترة المهرجان لحد 30 اغسطس. هننتقل من اماكن مختلفة على خط طول الساحل من اول اسكندرية لحد مرسى مطروح عشان نقدم لأهالينا وللمصطفين اللي بيبقوا موجودين بما يقرب من 3-4 مليون مواطن بيترددوا على هذا الساحل خلال فترة الأجازة الصيفية. الحقيقة احنا مش واقفين عند كده بس، لكن في نفس التوقيت احنا بنشتغل من خلال وزارة الصحة والسكان في كل محافظات مصر. يمكن 1219 مشروع بدأوا في تطوير المنشآت الصحية سواء إنشاء جديد أو تطوير أو رفع كفاءة في كل محافظات الجمهورية، 27 محافظة. من 2014 للنهاردة ما يقرب من 177 مليار جنيه في نطاق تطوير الخدمات الصحية فقط. انتظرونا في الفترة القادمة القريبة من خلال أيضا مهرجان العالمين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن احنا هنطلق 100 يوم صحة للعام الثاني على التوالي. ومن خلال 100 يوم صحة احنا الحقيقة قدرنا نصل إلى أكثر من 35 مليون مواطن في العام الأول، وإن شاء الله يطلق في خلال الأيام القليلة القادمة من مهرجان العالمين حتى تبدأ القوافل وتبدأ الخدمات الخاصة ب 100 يوم صحة في كل محافظات مصر. كمان انتظرونا وإحنا في منتصف الشهر القادم إن شاء الله لإعلان الاستراتيجية الخاصة بالتنمية البشرية ودعم رأس المال البشري من خلال تكليف سيادة الرئيس لوضع خطة كاملة على مستوى كل الوزارات المعنية ببناء الإنسان والدعم الخاص بالتنمية البشرية.
الرياضة مهمة للإنسان عامة، بالذات اللي عنده أي ضغوط أو أي عنده أي يعني احتياج إن هو يمارس رياضة علشان تخرج شوية. وحتى الدراسات العلمية قالت إن جزء كبير جدا من العلاج الشخصي للإنسان إن هو ينفس عن حياته بالرياضة، حتى ولو مشي في الشارع، مش بضرورة تكون في نادي أو تكون لعبة مكلفة أو حاجة. مهم جدا، والحقيقة بشكر يعني الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والأستاذ عمرو الفقي على المجهود الكبير، هو وفريق العمل الضخم اللي اتعمل الفترة اللي فاتت علشان يحط المهرجان ده للنسخة الثانية على التوالي، علشان يقدر يخدم كم كبير جدا. احنا هنا مش بنتكلم على انه بيخدم المصطفين او اللي موجودين في منطقة الساحل الشمالي، ولكن هو الحقيقة بيتردد على هذا المهرجان كل الأطياف الشعب المصري. فطبعا احنا بناخده من فكرة الترفيه والحفلات الى التنمية والتنمية الاقتصادية والتنمية السياحية وايضا التنمية الثقافية من خلال الكتير الاجراءات الكتير اللي بتتعمل والاكتيفيتيز الكتيرة والانشطة المتنوعة اللي احنا موجودين النهاردة في نشاط رياضي وبطولات رياضية كبيرة. فطبعا ده بعد تاني يضاف ليه بقى شرع الصحة اللي هو خدمات وزارة الصحة بالكامل مقدمة من خلال الشركة المتحدة الحقيقة، سواء بقى موجود في عيادات متنقلة، في أماكن خاصة بالأخصائيين، في كل التخصصات موجودين، المبادرات الرئاسية موجودة، الإسعاف موجودة، كل ما عندنا من خدمات تقدم بالمجان متوفرة لرواد المهرجان إن شاء الله في هذه النسخة. ناس كتير كانت تسأل تقول طب انتوا بتعملوا مدن جديدة ليه؟ وعندنا أكتر من 20 ساعات 21 وشغالين في 22 مدينة جديدة على مستوى الدولة كلها. احنا كنا عايشين في طبقا للدراسات العالمية في 7% بس من مساحة مصر، مش كده؟ وصلنا لمرحلة خلاص ان بقت الأمور مفيش فرصة مع الزيادة السكانية السنوية اللي بتحصل، ان احنا مع شوية وقت محدش عارف يتحرك من مكانه، محدش عارف يتنفس الهواء اللي احنا بنتنفسه ده. طبعا ناهيك عن الخدمات اللي ايضا بتتهالك مع مرور الوقت نتيجه تقدم العمر ونتيجه ايضا نتيجه الزياده السكانيه الكبيره جدا. فخروج الدوله المصريه في كل الظهير الصحراوي عشان تقدر تنمي عمران جديد، ده متنفس جديد. يعني ساعات المؤسسات الدوليه بتبص على اللي عملته مصر من المنشات الجديده دي، انها بتقول انتوا طلعتوا من 7% الى قرب 14%. لو دخلتوا تقولوا ان احنا بدأنا ان احنا نصل الى استخدام 14% من مساحة مصر، حتى ده قليل على عدد السكان. لكن لما بنعمل مدن جديدة زي ما انتم موجودين فيها النهاردة، وده اللي يمكن التوجه للدولة تبنته من خلال سيادة الرئيس، ان يكون في كل الخدمات موجودة. يعني هي دي الرؤية المستقبلية اللي ايضا ترجع تاني الاستثمار في العنصر البشري، ان كل اللي بنعمله ده الغرض منه في النهاية هو الانسان. عشان كده بنقول تنمية الانسان في جزء منه عمراني، جزء منه صحي، جزء منه تعليمي، جزء منه تدريبي. كل دي في النهاية المستفاد بهذا الموضوع هو الشخص والمستقبل والأجيال القادمة إن شاء الله.